باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وكل أوان الدهر آمين. في قصة الصليب أخطر تمزيق له معنى عميق. في قصة الصليب أخطر تمزيق له معنى عميق. احنا النهاردة عايزين نتأمل في الحاجات اللي اتمزقت في قصة الصليب ونشوف ايه المعاني اللي وراء هذا التمزيق. اول حاجة اتمزقت في قصة الصليب رئيس الكهنة لما مزق هدومه وثيابه قدام رب المجد وهو بيحاكمه قدام مجمع السنهدريم، قال له استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت هو المسيح ابن الله؟ فقال له المسيح انت قلت، وانا اقول لكم منذ الان ترون ابن الانسان جالسا عن يمين العظمه واتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنه ثيابه وقال ما حاجتنا بعد الى شهود، ها قد سمعتم تجديفه. وبداوا يلطمونه ويفسقون في وجهه ويقولون له مجدف. كان ممنوع منعا باتا على رئيس الكهنه انه يمزق هدومه حتى لو ابنه مات، حتى لو مراته ماتت، لان الهدوم دي هدوم ربنا مش هدومه هو. ولكن تمزيق ثياب رئيس الكهنة معناها زوال الكهنوت اليهودي، انتهاء عصر الكهنوت اليهودي وبدء عصر جديد كهنوت يسوع المسيح الذي على طقس ملكي صادق. انتهى عصر كهنوت حنان وقيافة، هؤلاء الكهنة الأردياء المكارين الأشرار انتهى زمنهم. والله ابتدى في العهد الجديد يقيم كهنوت جديد، رعاه جديد، رعاه جدد يختارهم هو زي ما قال وأعطيكم رعاة حسب قلبي. نشكر الله إن ربنا أزال عنا الكهنوت اليهودي اللي مليان ظلم ومليان قساوة ومليان محاباة. دلوقتي كنيستنا بتنعم بأسقفة وبتركة وكهنة كلهم محبة، كلهم رحمة، كلهم حنان. بعد كده قادوا المسيح إلى الصليب، وبيلاطس البنطي علشان يرضي اليهود أمر بجلد المسيح، والجلد ده كان شيء فظيع جدا، كان يمزق الظهر، يعني فعلا يبقى الظهر متمزع وينفجر منه الدم بشكل غزير. والمسيح إلهنا اتجلد مرتين، مرة بالطريقة اليهودية 39 جلدة، والجلدات اليهودية معمولة من جلد الحمار والثور، عشان عندهم آية بتقول الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما شعبي فلا يفهم، فإن لما يفهمش يضرب بالجلادة دي. إنما الجلدات بتاعت الرومان دي كانت جلادات متوحشة جدا، كانوا يعملوها من أعصاب البقر، كل جلادة تبقى 3 فروع وفي نهاية الجلادة قطع حديد مدببة وعظام مدببة، فتنزل الجلادة على الواحد الجلد يتورم
ثلاث جلدات في جلدة واحدة، والحديد المدبر ده يروح ممازع الجلد كله بعد ما يلتهب. والجلد اليهودي كان 40 جلدة إلا واحدة، لكن الجلد الروماني القانون بتاعه يقول يجلد المتهم حتى ما قبل الموت، يعني من غير عدد، يجلد الشخص على كل أعضاء جسمه ما عدا الحتة بتاعت قلبه. وممكن كتير قوي من الناس كانوا يموتوا أثناء الجلد، كانوا يسموا الجلد ده عقوبة النصف إعدام. وممنوع منعا باتا ان واحد يحكم عليه بالجلد وكمان بعد كده يحكم عليه بحاجة تاني. لكن بيلاطس البنطي امام ثورة الشعب وغضبهم، ما فضلوا يقولوا اسلوبه اسلوبه، كسر القانون ده وامر ان المسيح يصلب بعد ما جلد. المسيح اتمزق ظهره بالصياد. طب ليه؟ الكتاب بيقول العصا لظهر الجهال. الإنسان اللي بيعمل جهالات، المسيح أصله بيدفع ثمن كل الجهالات بتاعتنا إحنا. يا ما عملنا جهالات في حياتنا، كل واحد فينا، كل واحد فينا يقول خطايا صبايا وإيه وجهلي يا رب إيه لا تذكرها. يا ما عملنا جهالات وعملنا حماقات وعملنا خطايا، والمسيح عاوز يدفع ثمن كل الجهالات بتاعت البشرية كلها من أول آدم لغاية آخر إنسان. فترك ظهره للضاربين، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصر. والمزمور يقول على ظهري حرس الحراس، يعني الجلدات دي كانت عامله زي المحرات اللي بيشق الارض. تمزق ظهر المخلص من الجلدات الرهيبه. يا رب يسوع كم احتملت من اجلنا. يا رب يا ريت تخلينا نتامل في ظهرك المجلود ونكف عن جهالاتنا. يا رب أعطينا ألا نعيش فيما بعد في جهالات الخطية، لكن نعيش في حكمة القداسة والبر. والعساكر ما اكتفوش بكده، ده ضفروا إكليل من شوك وغرسوه في راسه وراحوا ضربوه بالعصاية على راسه علشان الشوك يمزق جبينه أكتر. وده عمل المسيح صداع شديد جدا ومزق رأسه. والإكليل ده كان عامل زي طاجية من الأشواك، مع أن بيلاطس البنطي ما قال لهمش تعملوا إكليل شوك، لكن العساكر يعني دي زيادة من عندهم، شر فوق شر. بيتفنن الإنسان في الشر، مش يعمل شر عادي، يعمل شر مركب، يخترع شرور. تمزقت رأس المخلص من جميع النواحي، وكان الدم يتصبب على وجهه حتى لم يرى من وجهه إلا عينيه، ولكن كل وشه كان مصبوغ بالدم. طب ليه كده؟ برضو ده علشان المسيح يشفينا من الأفكار الشريرة والتخيلات الدنسة والذكريات الشريرة اللي في أفكارنا. الإنسان ممكن وهو قاعد كده يفكر في 1000 فكر شرير، يتخيل 1000 منظر وحش، يتذكر حاجات وحشة كتير. فين الخطايا دي ساكنة؟ فين ساكنة؟ في مخه، في ذاكرته، في خياله، في أفكاره. حتى لو انت بتتخيل انك انت بتنتقم من واحد عدوك،
طب ما ده حاجة تغضب ربنا، حتى لو بتتخيل انك انت بتضرب واحد متغاظ منه، طب ما دي حاجة تغضب ربنا. يا رب انا رأسي امتلأ من الافكار الشريرة والتخيلات النجسة، يا رب ذاكرتي مليانة من ذكريات الشر الملبس الموت، ارجوك اشفيني يا رب بإكليل أشواكك. انت سمحت ان رأسك تتمزق علشان تشفي رأسي، تشفي افكاري، تشفي خيالي، تشفي ذاكرتي. ارجوك يا رب اشفي رأسي بأشواكك يا رب. ما حدش يقدر يشفي افكار الانسان الا إكليل أشواك يسوع. يوصلوا لها ازاي مراكز الافكار دي؟ يوصلوا لها ازاي الخيال؟ يوصلوا له ازاي؟ ما حدش يقدر يشفي الحاجات دي ولا يوصل اليها. انا ديني قاعد قدامك، تقدر تعرف ايه اللي في خيالي؟ ما تقدرش. ايه اللي في فكري؟ ما تعرفش. لكن اشواك يسوع تستطيع ان تشفي افكارنا وخيالنا وتطهر ذاكرتنا من كل تذكار الشر الملبس الموت. عشان كده المسيح تمزق رأسه بالجراح. بعدين مددوه على الصليب ودقوا المسامير في ايديه، وده شيء متوحش جدا، لا آدمي. المسامير مزقت أوصال المسيح، مزقت يديه وطلعت من الناحية التانية ودخلت في الخشبة، وبعدين ضربوا عليها عشان يتنوها. متخيلين قد ايه المسيح اتألم؟ ده الانسان فينا ما بيحملش شكة ابرة. ده لو انت بتصلحي فستان بنتك والابرة شكتك بتصرخي، ما ده مسمار كبير حدادي يمزق الايد اليمين والايد الشمال. وبعدين حطوا الرجلين على بعض ودقوهم بمسمار كبير قوي اكبر من مسامير الايدين، شيء فظيع جدا لا يحتمل الانسان. الام جنونية. طب ليه كده؟ أصل المسيح بيدفع ثمن أعمالنا، ما احنا عملنا خطايا كتير بإيدينا. الإنسان لما بيعمل خطية مش بيستخدم إيديه، إن كان بيسرق أو بيضرب أو بيشوح بإيده أو كل خطايانا بإيدينا. إيدينا دي ياما اقترفت آثام وشرور. حتى الإنسان اللي بيزور ورقة ما هو بيكتب بإيده، ما ده برضو خطايا ايدين. حتى الانسان اللي بيشاور دايما على نفسه كده يقول لك انا 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 وانا وانا، ما دي خطايا ايدين برضو، كبرياء. المسيح دفع ثمن خطايا كل اعمال ايدينا الاثيمه. مكتوب الشرير يعلق بعمل يديه، يتعلق من ايديه يعني. بس المسيح ما كانش شرير، ده كان بار وقدوس، لكن كان بيدفع ثمن خطايانا كلنا، خطايا ايدينا وخطايا رجلينا. ليه حطوا ليه مسمار واحد في الرجلين؟ عشان الحقيقه الانسان لما بيروح اي مشوار بيروح برجليه الاثنين، ما يقدرش يروح برجل واحد، فالاثنين مربوطين ببعض، ما يبقاش رجل شمال ورجل يمين، ما يقدرش يمشي في الشر شوية والخير شوية، هو دايما يا يمشي في الشر يا يمشي في الخير. يا مجرينا في سكة الشر، يا مجريتي يا نفسي في سكة الشهوات والنجاسات والقباحات، يا مجريتي يا نفسي في سكة الانتقام،
يا ما جريت يا نفسي على السرقة، ويا ما جريت يا نفسي على الأماكن الشريرة والأماكن المعسرة، يا ما رجلي جريت ناحية الخطية، يا ما كنت مسرع في الجري إلى الأماكن التي لا ترضى الله. وادي يسوع بيدفع ثمن خطايا أقدمنا، خطايا رجلينا. إحنا اللي برجلينا جرينا في طريق الضلالة، طريق الخطية، طريق الشر. على فكرة عايز أقول لكم حاجة خطيرة جدا، الشخص المتعلق على الصليب مش بيبقى واقف ثابت، ده علشان ياخد النفس بتاعه بيركز على المسمار اللي في رجليه ويطلع بصدره عشان ياخد الشهيق يعني دخول النفس، وبينزل على المسمارين اللي في ايديه عشان يطلع النفس. يعني النفس الواحد بيكلفه عذاب مهول، يعني المسامير دي بتحط كده في الجروح في الايدين والرجلين، بتوسع الجروح، ودي طبعا آلام مهولة. تخيلوا ان المسيح قعد 3 ساعات على الصليب بيتأرجح على هذه المسامير عشان يلتقط انفاسه. الدكاترة بيقولوا ان الانسان الطبيعي بيتنفس حوالي 28 مرة في الدقيقة، ده لما يكون في حالة طبيعية، لكن لما يكون فقد دم كتير طبعا عشان يعوض نقص الدم يتنفس اكتر، فممكن يتنفس مثلا 40 مرة في الدقيقة. تخيلوا ان المسيح قعد 3 ساعات، اضرب كده مثلا على اقل تقدير 40 في 60، مش كده؟ في 3 يطلع لك عدد المرات اللي المسيح طلع ونزل على المسامير دي. قد ايه تمزقت ايديه، قد ايه تمزقت رجليه، قد ايه كان بيصرخ. اللي متعلق على الصليب لا يكف عن الصراخ ابدا، يصرخ باستمرار ودموعه تنزل زي الانهار، لان دي الام فظيعه جدا. كل ده علشان يدفع ثمن خطايانا. إنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. تمزق جسد المسيح كله بالجراح. وطبعا أنتوا عارفين لما الإنسان بيتجرح يقول إيه؟ الجرح ملهلب زي النار، مش كده؟ لو انت بتعملي تخرطي طماطم ولا بطاطس ولا حاجة في المطبخ، سكينة جرحت ايدك تصرخي ليه؟ ليه الجرح بيبقى مولع زي النار؟ ليه؟ عارفين ليه؟ عشان الجرح بيعري العصب، والاعصاب ما تستحملش الهواء ابدا. فأقل جرح بيبقى مولع زي النار، لأن الأعصاب أول ما تتعرض للهواء الأعصاب دي تولع. ده لما يكون جرح صغير. أمال بقى المسيح بقى كان حاسس بإيه؟ كان حاسس كأنه في نار، كان حاسس كأنه في لهيب، كان حاسس كأنه بيتشوي على نار. ما هو فعلا هو الحمل، هو خروف الفصح اللي كان بيتشوي على النار، هو ده، هو ده يسوع. لكن النار اللي احتملها في جسده دي
هي اللي نجتنا من نار جهنم، من نار الأبدية اللي مكتوب عنها نار لا تطفأ ودود لا يموت. مفيش حد نجانا من نار جهنم غير النار اللي حس بيها المسيح في جروح جسده وهو على الصليب واحتملها لغاية آخر لحظة، متعلق وظهره مجلود وراسه ممزقة بالأشواك وإيديه ورجليه ممزقة. يا سلام، مفهوش أي حتة مش مجروحة. ده حتى بعد ما مات ضربوه بالحربة في جنبه والحربة مزقت قلبه ورئته وضلوعه، دخلت من الضلوع على الرئة على القلب. ايه ده؟ ايه الألم الفظيع ده اللي المسيح احتمله؟ لكن الحربة دي خلت يجري من جنب المسيح دم وماء، وده معناه انه هو حي بلاهوته، لان الانسان اول ما يموت لازم يتجلد دمه. اولى علامات الفساد في الانسان اول ما يموت دمه يتجلط، يبقى زي العجينه كده، فلو جرحته اي جرح ما ينزلش دم. لكن المسيح بعد ما مات ضربوه بالحربه في جنبه لقوه بينزل دم وميه، ده معناه انه ايه؟ لم يفسد. مات موت انساني لكن عشان اللاهوت فيه لم يفسد، لانه الكتاب بيقول لأنك لم تترك نفسي في الجحيم ولم تدع قدوسك يرى فسادا. لما مات المسيح على الصليب انفصلت نفسه من جسده، ده الموت الإنساني، لكن لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده. عشان اللاهوت ملتحم ومتحد بالجسد، الجسد لم يرى فساد، وعشان اللاهوت متحد بالنفس، النفس دي نزلت الهوية وطلعت كل الأرواح اللي كانت محبوسة على الرجاء، كل الأباء والأنبياء، أبونا آدم وأمنا حواء وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأشعيا وأرميا ودانيال، وبقي الجسد في القبر 3 أيام بلا فساد لأنه كان متحد باللاهوت. لما مات المسيح حصل تمزيق. ايه اللي تمزق؟ اتمزقت نفسه عن جسده، وده النسيج، ده هو نسيج النسوت. يعني ايه نسوت؟ يعني نفسه وجسد. المسيح كان نسوت في لاهوت ولاهوت في نسوت، يعني عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فاللي مات هو النسيج الإنساني لكن الله لم يموت، عشان كده لم يرى فسادا. وأول ما مات المسيح على الصليب حصلت حاجة عجيبة جدا. إيه؟ انشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل. حجاب الهيكل ده قماشة سميكة خالص بتفصل القدس عن قدس الأقداس، والقماشة دي بيقولوا إن سمكها حوالي 3 صوابع سمكها بس، بيقولوا كمان إن عشان يرفعوها يعلقوها تحتاج 30 راجل. شايفين؟ يبقى الحجاب ده حاجة إيه؟ يعني حاجة رهيبة. ولما يجوا يركبوا الحجاب يشوفوه قوي ولا لازم يجيبوا السور من هنا والسور من هنا يشدوا فيه من هنا ومن هنا عشان يشوفوه يتقطع ولا لا. فبصوا لقوا الحجاب ده اتشق 2 من فوق لأسفل، طب العمل صوت رهيب.
فلو انت يا ست بتقطعي حتة قماشة في البيت كده تعمل صوت طبعا اي قماشة، تخيلوا بقى صوت الحجاب ده عمل ايه، اتشق اتنين من فوق لأسفل واتفتح قدس الأقداس. طبعا كان محرم وخطر جدا على اي كاهن انه يبص في قدس الأقداس، كان ممنوع دخول قدس الأقداس ده إلا لرئيس الكهنة الأعظم مرة واحدة في السنة في عيد اسمه عيد الكفارة، رئيس الكهنة الأعظم زي قداسة البابا الأنبا تودروس كده، فاهمين؟ بصوا له الحجاب ده اتشق، والكهنة اللي بره بصوا شافوا شافوا قدس الأقداس تعبوا. لكن ده كان ليه معنى عظيم، إني خلاص اتشال الحجاب اللي بيننا وبين الله الآب لما ابنه يسوع عمل المصالحة بيننا وبينه. وعشان كده مكتوب إنه الحجاب ده كان يرمز لجسد المسيح، قال عنه الكتاب طريقا حديثا حيا كرسه لنا بالحجاب أي جسده. لما اتشق النسوت إلى نفسه جسد اتشق الحجاب، وأصبحنا لما مات المسيح من أجلنا أحباب للآب، بدل ما كنا أعداء بقينا أولاد لله الآب، بدل ما كنا عبيد. العبد ما يقدرش يترمي في حضن سيده، لكن الابن يترمي في حضن أبوه، فبقى لنا دخول إلى أحضان الله، بقينا أبناء مدللين. وعشان كده علمنا نصلي ونقول يا أبانا الذي في السماوات. كمان تحت الصليب حصلت حاجة جميلة قوي ليها معنى حلو قوي. دايما كانوا الصليبين ياخدوا الحاجة بتاعت المصلوب ياخدوها لنفسهم، فالمسيح ايه معاه ايه؟ مش معاه حاجة. خلعوه الثوب الابيض بتاعه والرداء الاحمر، كان معاه ثوب ابيض ورداء احمر. الرداء الاحمر عبارة عن حتة قماشة مرفعة حمراء لونها زي لون الدم، كان الشخص اليهودي دايما يلبس فوق الثوب حاجة اسمها الرداء، حتة قماشة كده. فالعساكر الأربعة اللي صلبوا المسيح قالوا نقسم القماشة دي أربع أقسام، راحوا قسموها كل واحد خد اسم. بصوا في الثوب لقوه ما ينفعش يتقسم، ليه؟ منسوش كله من فوق، يعني ايه؟ من غير خياطة. كان الكهنة ورؤساء الكهنة يلبسوا ثياب من غير خياطة منسوجة كلها حتة واحدة كده. والعذراء والدة الإله عشان عارفة ان ابنها يسوع المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم في السماء وليس في الأرض، كانت بتنسج لي هذا الثوب. يعني ايه تنسجه؟ تبتدي باللياء كده وبعدين تنزل تعمل الكمام كده وبعدين تعمل بقية الجلبية. فالعساكر قالوا ما ينفعش نشقه لحسن يبوظ، قالوا طب نرمي عليه قرعة نشوف مين بقى اللي ياخده. رموا عليه قرعة طلع العسكري منهم، بقى في عسكري معاه حتة حمراء ومعاه الثوب. وطبعا دي ليها معنى حلو قوي. ايه القماشة الحمراء دي اللي تقسمت اربع اقسام؟ معناها ان دم المسيح يقدر يغطي اركان الارض الاربعة، شرق غرب شمال جنوب. دم المسيح يقدر يغطي العالم كله، يقدر يغسل العالم كله، مش مرة واحدة، ملايين المرات، مليارات المرات. لكن رغم ان دم المسيح يكفي العالم كله ملايين المرات ومليارات المرات، للأسف مش كل الناس هتلبس المسيح.
مش كل الناس هتتعمد على اسمه، مش كل الناس هتآمن بيه. هم مين اللي هيأمنوا بيه؟ المحظوظين اللي القرعة بتاعتهم تطلع انهم ياخدوا الثوب. عارفين مين الناس دول؟ دول انتوا، انت وانتي وانا، احنا اكثر ناس محظوظين في التاريخ، لان وقعت علينا القرعة ان احنا نلبس المسيح. لان الذين اعتمدوا للمسيح، انتم الذين قد اعتمدتم للمسيح، قد لبستم المسيح. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبير للجسد لاجل الشهوات. البسوا الانسان الجديد واخلعوا الانسان العتيق. احنا اول ما بنتعمد بنلبس المسيح، ولما بنتناول بنلبس المسيح. يعني نلبسه، يعني نتسربل بيه ببره، يعني ما يبانش فينا عيوب لان احنا لابسينه، ما يبانش فينا نقائص لان احنا لابسينه. يسوع ثوب برنا، يسوع هو ثوب العرس. فاكرين المثل اللي قاله المسيح الراجل اللي دخل وليس عليه ثياب العرس؟ قال له كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ سكت. قال له خذوه ورموه في الظلمة الخارجية، هناك البكاء وصرير الأسنان. إيه هي ثياب العرس؟ إلا يسوع اللي احنا بنتسربل بيه، بيستر عيوبنا وبيغسل ذنوبنا. دلوقتي أنا لابس أهو، مش كده؟ أنت عارف إيه في جلدي؟ يمكن جلدي فيه حاجات وحشة، حاجات بيضة، حاجات سودة، حاجات مكلكعة، حاجات، لكن قدامك شكلي يا سلام آخر شياكة. مين اللي عامل كده؟ الهدوم. يعني إيه نلبس المسيح؟ يعني المسيح يستر إيه؟ كل العيوب وكل النقائص، يكمل كل النقائص ويستر كل العيوب. فالثوب ده كان من حظ الراجل الجندي ده. هل انت بتشكر ربنا انك انت وقعت عليك القرعة انك تلبس ثوب المسيح؟ اهو ده الحظ الحلو. انت اسعد انسان وحظك اسعد حظ. اوعى تقول انا حظي وحش عشان كنت عايز اشتغل مهندس وبعدين اشتغلت مدرس. لا لا لا، دي حاجة تايفة. اوعى تقول انا حظي وحش عشان كنت عايز اسافر امريكا وما قدرتش، او حظي وحش عشان كنت عايز اتجوز بنت عمي وبعدين عمي مرضيش وجوزت مش عارف فلانة، او كنت عايز اتجوز فلان الفلاني بعدين الظروف خلتني اتجوزت واحد اقل منه، او كنت عايز اشتغل الوظيفة دي وما اشتغلتهاش. ده كلام فاضي، ده مش هو ده الحظ، دي امور تافهة. لكن آتي الحظ العظيم ان احنا اخترنا الله ان احنا نبقى اولاده. ياما في شعوب اجمل مننا، وياما في شعوب اذكى مننا، وياما في شعوب اقوى مننا. شوفوا مثلا الشعوب الالمانيه دي اذكياء جدا جدا، لكن فيهم ناس كتير ما يعرفوش ربنا. الشعوب اليابانية دي اللي بتعمل لنا الموبايلات واللي بتعمل لنا الأجهزة الدقيقة دي أذكية جدا جدا، لكن كلهم ماشيين ورا بوزة، ما بيعرفوش المسيح، هلكين طبعا. الشعوب الهندية دي كلها بالملايين ماشيين في الديانة الهندوسية والسيخ والكلام ده. الشعوب الصينية دي الكتيرة قوي قوي يعبدوا آلهة خرافية كده، يرسموها ليها ست ايادي وسبع ايادي وحاجات غريبه كده. يا ما في شعوب عظيمه قوي وعندها حضاره وعندها ثقافه وعندها وعندها، ولكنها لا تعرف المسيح. لكن احنا ربنا اختارنا. اختارنا ليه؟ عارفين ليه؟ عشان احنا فقراء، عشان احنا غلابه. يقول اختار الله فقراء العالم ليخزي الايه؟ الأغنياء. اختار الله جهال العالم ليخزي ايه؟
الحكماء. اختار الله المصدر والغير الموجود ليفضل الموجود، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، قبل ما الزمان يتعمل وقبل ما الدنيا تتكون وقبل ما الإنسان يتخلق كان شايفنا وعرفنا وقال دول ولادي يفتحوا عينيهم في النور على طول ما يدوروش عليا. وانت صغير كان سنك 40 يوم ماما جابتك وتعمت ولبست المسيح، بقى معاك الثوب الابيض ومعاك الدم الاحمر. الثوب الابيض الطبيعه الجديده، والدم الاحمر لما تغلط الدم يغسلك، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا ايه من كل خطيه. وانت لما كان سنك 80 يوم جابوك الكنيسه وزفوك بقى بعد المعموديه كملكه كعروسه ولبست المسيح الذي سرب لك ببره. يا لنا من محظوظين، نحن أسعد أنواع البشر يا أحبائي. لقد أحبنا الله محبة أبدية، لذلك أدام لنا الرحمة. نحن لم نسعى إليه لكن هو سعى إلينا، نحن لم نختاره لكن هو اختارنا، نحن لم نطلبه، احنا ما كناش لسه موجودين، كنا عدم، لكن هو اختارنا قبل الأزمنة الأزلية لنكون فيه وليه وأولاده. انت عايز حاجة تاني؟ في حاجة تاني ناقصاك؟ انت اعظم من ملوك كتير، اعظم من امراء، اعظم من اباطرة. الانسان اللي عارف قد ايه مجد المسيح لا عمره يغير من واحد اجمل منه ولا اقوى منه ولا اغنى منه ولا اكثر علما منه. المسيح ده يخليني انا اسعد انسان، ده انا اعظم بكتير من اي حد. حتى لو كان شكلي مش قوي، حتى لو كان تعليمي مش قوي، حتى لو كنت فقير، حتى لو كنت مش غني، حتى لو كنت بسيط، لكن يسوع اختارني عشان أحيا حياة أبدية وأعيش للأبد في السماء معاه. ده مجد عظيم. وعشان كده الرب يسوع قال للتلاميذ: الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. بولس الرسول يخبرنا عن شيء آخر تمزق في صليب المسيح. قال: مزق السك المكتوب علينا في الفرائض. يعني إيه السك المكتوب علينا في الفرائض؟ يعني كانت الفريضة بتقول مثلا لا تحلف، وانت حلفت يتكتب عليك كمبيالة، عليك خطية اسمها كده الحلفان. لا تكذب، كذبت كتبت عليك كمبيالة. لا تشهد بالزور، لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، كل ما تعمل خطية يتكتب عليك كمبيالة، اللي هو السك ده. طب مكتوب علينا احنا بقى ايه؟ مكتوب علينا كمبيالات كتير خالص، ما احنا كسرنا كل الوصايا. لما جه المسيح مات على الصليب من اجل خطايانا، مزق السك المكتوب علينا. الكمبياله اللي احنا مديونين بيها دي مزقها من الوسط، مزقها مسامير المسيح، مزقت هذا السك الى الابد. بقينا شعب مغفور الاسم، خطايانا بتتغفر بدم المسيح. بيكلفنا ايه الغفران؟ نيجي للكنيسة نوطي راسنا تحت يد الكاهن ونعترف بخطايانا ويقرن التحليل، وبعدين ندخل نتناول من جسده ومن دمه فنطهر ونبقى أنقى من الشمس. شوفوا قد ايه العز اللي احنا عايشين فيه، شوفوا قد ايه المجد اللي احنا عايشين فيه. عشان كده في صليب المسيح حصل أخطر تمزيق له معنى عميق.
لقد مزق المسيح عنا خطايانا وسك آثامنا وذنوبنا وأعطانا أن يسربلنا بثياب بره. فيا هنانا ويا فرحنا ويا سعادتنا إحنا لابسين المسيح وإحنا أسعد ناس في الوجود. عشان كده نهدي ربنا يسوع المصلوب السجود دائما وفي كل حين، له الكرامة إلى كل الدهور. آمين.